بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته أجمعين. لدرزي بيشوا باسي أو ما انكرت إيما لباسي وجه شبها شانزا احتمال ما ندسك به شانزا كأجر شاوي كتير بدين وكو إمامي تفتازانيش فرمي رنجا وجه شبه واحد به يا مركب به يا متعدد به أمسيان أو جاهريك لواحد مركبة كرنجا حسيبا رنجا عقليبا يعني أسأوان بون بتشوار دوانك سرت أبون بتشوار متعددكش ما هو، والأخير هو متعددكش إما حسي أو عقلي أو مختلف. أمش بو بسية أو يكشبون بشوار أو بو بحوت بمجموع. ونيا فيصير سبعة وكفر مي. أو جو الثلاثة العقلية أو سيانيا كبديا ذكراوي عقلين شي واحد عقلي شي مركب عقلي شي متعدد عقلي طرفاه طرفاه مشبه مشبه بيكيان إما حسياني أو عقلياني أي المشبه حسي والمشبه به عقلي أو بالعكس سي عقلية كش أمشوار احتماليان هي سي كرتشوار أكادوانزا بيشتري شواري ترمان هبوا شوارك يترشيبون ملاجيان واحد حسي مركبي نعم وجه شبه واحد حسي مركب حسي متعدد حسي متعدد مختلف او شوارا من هي لقل ام دوانزا عقلية لقل ام دوانزا عقلية او بمجبوب بشانزا جاء سبب چين فيها نمونيان بابيني نواه خطيب رحمة إخوالي بأفرمي الواحد الحسي كالحمرة والخفاء وطيب الرائحة ولذة الطعم ولين الملمس لكوا فيما مرة واحد حسي وكو أمبينج نمونة أجناب أخي واحد حسي هل يكجورة هل يكباسة بس بو بيك وحواس بينجن بيج نموني بو ينتو أجناب باسك هل يكباسة واحد حسي وطعب يعني وجه شبه كحسي بو حد من دو طرفين كيشهر حسي أبن جاء أقل ببين لو حاشي إخواره كنسراوة الواحد الحسي لدير دوما نسيوتي أن الواحد الحسي لا يكون طرفاه إلا مفردين توبنس إلا حسيين آوة دقيق ترى جاء إلا مفردين حسيين باشا بس إلا حسيين رنجة دقيق تربية وجه شبه واحد حسي كاتيك كتنها دو طرفين حسي بن نكاتيك كدو طرفين مفرد بن واضحة؟ أقل بلي مفردي حسي بن باشا بحساب لدو سوقي نقل كدو دو سوقي وشي حسي شتيا لبيع لم حاشيا أو شي نقل كدو لا يكون طرفاه إلا مفردين حسيين أو توم الأجيان باشا كالحمرة أمن نموني محسوس بحاسي باصرة من المبصرات والخفاء خفاء مقصدي يعني خفاء الصوت أمش لباسي محسوس بحاسي سامعة من المسموعات وطيب الرائحة ديار باسي بونا أمش محسوس بحاسي شامة من المشمومات ولذة الطعم باسك باسي تامة كابي محسوس بحاسي ذائقة من المذوقات ولين الملمسي باسك باسي شلو نرمية كابي باسك باسي محسوس بحاسي لامسة من الملموسات همو أمانة واحد حسين فيما مرة لكوا أي في تشبيه الخد بالوردي لباسي حمرك وفي تشبيه الصوت الضعيف بالهمس لباسي خفاءك وفي تشبيه النكهة بالعنبر لباسي بونك وفي تشبيه الريق بالخمر
لباسي مذوقاتك لذي طعمك. وفي تشبيه الجلد الناعم بالحرير لباسي ليني ملمسك توم الأيام. او جاء ليرى امامي تفتازاني رحمتي خويا لبي حزكا اقدر من كاتو لسر اوكا سيان لم نمونانك خطيب هي ناوني رحمتي خويا لبي سيان ين بدياري كراوي باسي محسوسة كنية اقر بليم مجازي تيايا اقر بليم مثلا تو باسي خفاء اكي دي خفاء شتيه كمسموع به ها خفاء مسموعة نولا صوتي خفي مسموعة اوا صوتي خفي مسموع طيبي رائحة خوشي بون شتيك كمشموم بيه مثلا بوني خوشي بون بوني بون خوش او بونك تو بيالي اما محسوسة بحاسي الشام مثلا وهكذا لذي طعم لذت شيتا تبلي ولا بحس دلت يكم لذت شتيكي روحية شتيكي داروني ونفسية او كتو دلت يكي تامي خواردنكي مثلا سويرة شيرينة ترشة او جاء علي ولا من آلم تعمى لذتا بم ونية كابي امانة وجه شبه حسية راسقين كنين براسي براسي اي بو اموت يتي ولا امانة وجه شبها علي ديو مجاز. وفي كون الخفاء من المسموعات والطيب من المشمومات واللذة من المذوقات اما التسامح لو كبريار بدين اما بيجين امانة وجه شبهي محسوسا بابا والله وجه شبهي محسوس نين ما قال بيجين مجازة جاء مجازة شونا باباسي محسوسية بدين فعلي أمانة للراسي شاهي موصوفي أمانة للراسية موصوفي أمانة محسوسا كتولي أمانة محسوسا يعني موصوفة كان محسوس طول جايت البلي حس في مضافي تيايا يا نسبة الشيء ولا غير ما حق وينسب إليه شون علي بلي يا بلي ولا أما باسي لازم ملزومة باسك باسي لازم ملزومة باسي خفاءك كشي مقصدي صوتك هي دي صوتك ملزومة وخفاءك لازمة أو وهكذا تو أوجع. والواحد العقلي كالعراء عن الفائدة والجرأة والهداية واستطابة النفس باسي واحد عقلي شوار احتمالي هيا شكي موتو مانا لهاركيو وجه شبه عقلي بو اتر واحد بي مركب بي متعدد بي شوار احتمالي هيا اقنجي دو طرفكي محسوس بن اقنجي عقلي بن اقنجي يكم محسوس دوم عقلي اقنجي يكم عقلي دوم محسوس او شوار احتمالي هيا بو يلي را خطيب شوار نموني بو هنا يونتو فرميتي واحد عقلي مثلا كالعراء عن الفائدة يساء واحدة عقلية أي دو طرفكي ألا ولا دو طرفكي شبا سيدكين أو انشهر عقلين لك عراء عن الفائدة يعني بيا كالكي بيا سودي لك أبي بوجه شبه لباسي في تشبيه وجود الشيء العديم النفع بعدمه اشتيك كالكي نبي ألا ولا بونو نبوني هركو يكوايا بونو نبوني هاروكو يكوايا يعني نبونكيشي هاروكو نبونكيتي بو اتشكا بالنتيجة كالكي كينية فائدة كينية اسا او نبوني فائدة وجه شبهة وانيا باسك خوي باسك عقلية واحدة عقلية اي دو طرفك شر عقلين اتشكا باسي وجود عدم وانيا وجود عدم خو باسي حسينين ملايا باسي عقلياتني وجود عدم بس مفاهيمني ملايا ها وبس محسوسات نية دي او واحد عقلية بوخي وجه شبهك عقلية ودو طرفك شبك عقلي ويا نموني دوام
والجرأة أملكها أم لا في تشبيه الرجل الشجاع بالأسد؟ باسي غيرت بك غيرت باسك محسوسة؟ لا والله باسك عقلي. أي لك يا أو أبي بوجه شبه ولا لبيني بيعك في بغيرته وشيرك بيعك إيش محسوسة وشيرك إيش محسوسة هادو طرف محسوسا أي وجه شبهك؟ لا ولا عقلي رونا ملجان أو إتربا لفو نشرك هر شون خوي هي نايوتي يمش هروا بيعاتين دعيش إمامي تفتازان إشارة كابوك لفو نشر هي أودو سيام والهداية باسي هداية هداية خطا نزان دو تفسيري بو كراوة هدايتك بمعنى إيصالة هدايتك بمعنى إراء طريقة ديرا بمعنى إراء طريقة كي شكا إيصالك إيشي خوايا بوجه الشبه وأمشانا ناكلي بكلي بوجه الشبه شكا إيشي إيشي خوايا واضحة وجه الشبه عادة معناك مشتركة لبيني دوشتا بلام أو باسي إيصالة هل إيشي خوا خويتي بو بيغمرش ناشي إنك لا تهدي أو إيشي دونية بس أمي هدايتك بمعنى ريقا بيشان دانا برا والله أكل إنسان بيكا بوجه شبه واضحة ألي بابي كان بوجه شبه لك ألي والهداية في تشبيه العلم بالنور أو في تشبيه العلم بالنور بيجا أم هداية وجه شبه ووجه شبه عقليشة تقول بس هداية محسوس نية ملاديا عقلي نية وجه شبه خوي عقلية أو جاء وجه شبه بودو طرف مشبه مشبه به مشبه كباسي علم عقلية بلا مشبه بيك كباسي نور حسية نور يك كلا محسوسات بحاسي باصرة نما أنت أصولي مبصرات يك كان نورة يك كان لونة قايمة مبصرة ويا ملا نورسي دي ملا ميوان شوارا واستطابة النفس واستطابة النفس استطابة النفس يعني أمك روحي إنسان بشيك أسودة به في خوش به دلو داروني مرتاح به بوباسة أم لك أتواني بك بوجه شبه علي والله في تشبيه العطر بخلق شخص كريم بخلق بكسر بيخونا رواه بخلق شخص كريم كريم كم كبا مضاف إليه هو إشتعني بصفة موصف بيخوني توا بيكي في تشبيه العطر يا عطر بخلق كريم خلق كريم أبو جوري شخص من ريتوا بس خطة نزان أقر أواها بمجازة وكو تيوايا وكو عيشي راضية واحد أجو شكو كرم على قيبة خلق ونية على قيبة خاوني أخلاقك وهي ككسكية هل بوية إمامي تفتازاني لو شخصي كي تقدير كردو ولا برو تو تركيبك بتركيبك إضافي بخيني تو نكبة تركيبك توصيفي أنا بتركيبة توصيفك إيش هل دروسة رونا ملاديان إيه بوية تقديري موصوفك لو كردو وتوتي بخلق شخصين أو جا كريمين صفتي شخصك نك صفتي خلقك بيه هرچند صفت خلوقکش به هر اگنجی بالا مجازی تیایه کوشان زن عبارت مجازی تیانه بباش یسه استطابه نفس دلو درون انسان آسوده به دو باس باسی عطر و بود خوشی لگل باسی اخلاقی جوان ونی ملگیان ناکری ام بلی ام باس لو دو باسا های ام باسی استطابه نفسه ام آسوده درونه من بونی عکر کم دلن پی مرتاح أخلاقي جوانا بينام ظلم فيه مرتاح إيوانيا ديسة توبلة بمن أو باسي عطر أخلاقي جوانا ديارك عطرك محسوسة بحاسي شامة بس باسي أخلاقي جوان باسي كي عقلية وباسي كي حسينية رونا كوابي واحد عقلي شوار احتمالي هيا بفيشي بفي طرفين طرفي تشبيه آية أو دو طرف هدو كان عقلين يا هادو كان حسين يا نولا يا كم عقلية دوم حسية يا ببيشانو يا كم حسية ودوم عقلية تواو دي بابشين وسر فما يشتكاني ما بتفتازان الجرأة على وزن الجرأة يعني الشجاعة جرأة لزمانوانية يعني الشجاعة
اجناب لای فلاسفه و حکمت و اگر باسی جرأت بکی معنای کی جاتری ادنی لشجاعت ملگیان الان جرأت معنای کی فراوانه شجاعت معنای کی برتسکه بو الان چونکه شجاعت خویندنوی تیایه انسان هر ببیه هیچ من ناکه با شتی مترسی داره خویندنوی کی بو اکا او جا خوی پیاده بلام جرأت باسی خویندنو و نخویندنوی کانیه يعني بي خويني توا هر خوي بيا اكا ني خويني توا هر خوي بيا اكا رونا اسا كابراي شجيع شجاع مثلا فلماري صد نفر نادا بو شكو اي خويني توا كا كا درقتي صد نفر ناي بس كابراي جريء رنگا جيو بو نادا كا درقتي عندي يا درقتي ناي خوي بيا غلطة حالي بوي كابي لباسي جور اتا خوين دنوا و بير ليا كردنوا بمرج نجيراوا أكري هبي أكري نبي بس لباسي شجاعة بلاي فلاسفة إلا أبي خوين نوبي اللي يكن نوهبي بوي معناه كي تسكترا رونا لجرأة أقر ببي تفسيري فلاسفة ليكي دينا وأم تفسير تفسيري كي تفسيري أعم بأخص جرأة بشجاعة تفسيري أعم بأخص شكا شجاعة أخص ترى لا جرأة بلا ما أقر ببي معنى زمانوانا كي ليكي دينا هر تفسيري مساوي هدو كاريكن تقول لله إذا ما نواني شيء بلي كبر جريء شيء بلي شجاع هريك باسة وانيا وقد يقال جرء الرجل جراءة بالمدي لرئيس ما نواني وأوتري جرء الرجل جراءة بالمدي جاء جرأة جراءة أو إيش ياتوا باشا هدوك هالمصدر والهداية أي الدلالة الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب وكبيمت هداية أبي بمعنى إيصالك لك ندين واتك أو معنى مشترك نية لبيني دوشتاتا بكين بوجه شبه بس أم معنى إرائي طريقة برا والله برا والله أي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب تواو واستطابة النفس في تشبيه أم في تشبيها على قيد بهر شوار نمونك وهي هر شوار نمونك الواحد العقلي كالعراء عن الفائدة في تشبيه أو يك تواو أو جاء الواحد العقلي كالجرأة في تشبيه أو دو الواحد العقلي كالهداية في تشبيه الواحد العقلي كاستطابة النفس في تشبيه تواوا جاء أو جاء في تشبيه شي بون منيكم في تشبيه وجود الشيء العديم النفع بعدمه شتي بيكالك اللي بخوا بونكي هركو نبونكي واي تواوا يسا أو باسين بيكالكيو العراء عن الفائدة عراء يعني خلو عاري يعني رتقوت فائدة هيش بيونية أو باسي عراء عن الفائدة بوخوي واحدة عقلية عقلية هو حسين يا ملاجان عراء عن الفائدة بحس در ككرية لا والله اشتك عقلية تو دعي قسيكين لسر مفرديتك يا مفردة يا مفردنية إمامي تفتازاني ملاحظيك هيا عشان بيادبيش نبي لخصمتي ملاحظك يزول لجي خوانية بلام جاري مبدئيا عرى عن الفائدة واحدة عقلية أما شيا ولا وجه شبه لبيني دوشتا دوشتا كتشين وجود اشتيكي بيكالك لقل عدمي أوشتا ألي أم وجودا هلكو أو عدم وايا لتشيا لواك هدو كان كالكيان نية لواك هدو كان كالكيان نية أرب قسيكي خوشيان هيا بو إنساني بيكالك قال مثل ما رحتي جيتي مثل ما رحتي جيتي عادة الإنسان قال جيجيك أبروا حتشيش تي بيواندي دار بخوي وهيك شتي أبا شكو أروا جاوان علين شي قال مثل ما رحتي جيتي وقت شون كاتي أروا يشتي هيتش بوي ما بجاني يشت يسش كاتي هريتش بوي نينا يوين يعني هاتنا كيش يروكو كاتي رويشنا كواي يعني هيتش كالك يقب يونب باشا دي الله دي
ليرا لم نمنا فيما طرفاه عقليان، بس وجود الشيء العديم النفع أو مشبهك يا عدم هر أو شيء عديم النفع أو مشبه بيك يا علي وجوده كعدمه. ها تشبيهك شونكي وجوده كعدمه لا تشيا ولا في لا في العراء عن الفائدة ألوا وجودي أمشتا وكو عدمك ويا لباسي بيكالكيا دي أو باسي بيكالكيا خوي باسي عقلية ووجود عدمك هل يكون باسي عقلي كابي هم وجه شبهك عقلية هم مشبه مشبه به هل يكون عقلي ويا ملاجان يانا إذ الوجود والعدم من الأمور العقلية خو محسوسني باسي وجود وعدم أو جانمون يدوم والجرأة في تشبيه نمانو في تشبيه متعلقة بهم باسكوا في تشبيه الرجل ها وكو تقدير مضافك كرو إمام بتبتازاني وتشبيه الرجل يعني وفي تشبيه الرجل والجرأة في تشبيه الرجل الشجاع بالأسد جالك أن باسي الرجل الشجاع أسدا بوخوين هل كان حسين بلام وجي شباكيان كبريتيا للجرأة باسك عقلية ويا أما اللي طرفه الحسياني شكرا رجل شجاع هر مبصرة أسد يشهد بار هر مبصرة والهداية نمونيسيا في تشبيه العلم بالنور لرى اختلافه لبين مشبه ومشبه بيك يعني كان حسية كان عقلية بس كامل حسية كامل عقلية أفن فيما المشبه عقلي كباسي علمك يا بلام والمشبه به حسي كباسي نورك يا جائسة شون إما بيجين أم علم أم نورا هدو كان وجه شباك أنت يا ملايا علي علم شهر هدايتي تيايا نور شهر هدايتي تيايا أبلي بزانم هدايتي علم يعني چي وهدايتي نور يعني چي ملايا إمام تفتازاني أفرمي فبالعلم يوصل إلى المطلوب ويفرق بين الحق والباطل إنسان ديالة للرغي علم زانسة وأقابة أمانج وحق باطل شي بوليك جادة بيتوا ونيا ديكا أو باسي علمك الحمد لله باسي هداية لعلمها هبو تكي وتمانا هدايتك يعني شي يعني الرغي بيشاندان كبقين بمطلوب دي أو باسي لعلمها هيا الحمد لله أي لنورا كمشبه بيك يا كما أن بالنور يدرك المطلوب ويفصل بين الأشياء الحمد لله لباس نور شهر عيني باس هداية بونها كابي فوجه التشبيه بينهما الهداية بنتيجة من أتوان بيجم وجه شبه لبين أمدوانا بريتيا لباس هداية يسا باس هدايتك خوي بوخي عقلية ووجه شبه لبين علم نورا علمك بوخي عقلية بلام نورك حسية تواو مشبهة كعقلية مشبه بيك حسية آخر نمونة واستطابة النفس أملتيا في تشبيه العطر بخلق شخص كريم باسي آسودي درون مرتاحي أكري وجه شبه بين دوباسا شبهان دني عطر بأخلاق جوان ولا عقلي أم إنسان عد أو بونا أو بونا كب أم إنسان ويا ريك يجي تيا يجي أخلاقي جوانا يعني شون أخلاقي جواني هبي دلي من لبالي أسودية أم بونا شيك لخويدا وهب دلي من لبالي أسودية رونا ملاجيان جاء عترك محسوسة ولم أخلاق جوانا كعقلي فرقي أم حالة لقل حالة بيشوا تيا بس فرقك لبيني أويا ككاميا محسوسة كاميا عقلية وإلا لهدو كان يكي كان محسوسي كان عقلي رونا فيما المشبه حسي والمشبه به عقلي تواو جاء إمام تفتازاني أفرمي ولا يخفى ما في الكلام من اللف والنشر قال ديارك لم جيغا الحمد لله لف نشر مراعاة كراوة ويا ملا نرسي لفو نش المراعاة كراوة بو خواه بيش من ريك ريك شاك شاك مراعاة كراوة نبخوا بو شكا
كلمة لباسي ت إن كان ك كرمان آ يا كم جار حسية كما أقصد في شوا أو جا عقليان أو جا مشبه حسي ومشبه بي عقلي يا أو جا بعكس لف نشريت يا ديارة دي بابا 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 ادي نعلم يما مش وما بو شرحنا كردون بس اگر بي بيت ولا قال فرمايش تكي بيشو امامي تفتا زانيا براور ديكي نا والله او دفو نشريت يعني بوش كي امامي تفتا زانيا فنو الثلاثة العقلية طرفاه اما حسياني او عقلياني اي المشبه حسي والمشبه به عقلي او بالعكس يما حالتك ما بيشتر بم ترتيبا نخوندوا بلام بيواندي يكبا يكي أوجه شبهانا لقل دودو أم مشبهو مشبهو بيانا برا والله لفو نشرك مرتبة يعني كمرتبة بو شكا باسي عرا عن الفائدة على قيبة وهي تشبيه وجود شيء العديم النفع بعدمه باسي جرأت على قيبة الرجل شجاع أسد وهي باسي هداية على قيبة علم نور وهي وباسي استطابي نفسش على قيبة عقل وخلق كريم وهي تواوا إيه أو جاء إمامي تفتازان يفنو ولا يخفى ما في وحدة بعض الأمثلة من التسامح الله بخوا بيا وراس بيجي ما قال بيجي تشاوب وشي أكين ومجاز ليرا بمجاز قسك أكين أجنا بو خوا أقر راسي قرك هني لم نمونانا وجه شبهك تيانا واحد نية ولا يخفى ما في وحدتي بعض الأمثلة من التسامح هني النموني وجه شبه آلم تشواردانا أقر بدي قد سيدكي براسي واحد نية إمامي تفتازاني وافرمي أقر بدي قد سيدكي لا يخفاك ما في وحدتي بعض الأمثلة من التسامح مجبور بيجي مجازي تيايا أجنا براسي وجه شبهك واحد نية وكوشي إمامي تفتازاني أفنك الأراعي عن الفائدة وكأو باس يسأل عراء عن الفائدة واحدة إمامي تفتازاني في واحد نية كوا واحدة العراء باس مصدر عن الفائدة ظرف متعلق بعراءك كوا مفرد والله ملاقيان أقلتو دي قد بدأي بيشتري إما باس مفرد من شون كردوه يسأل شون إليك خويشي دو اي حر عيني شي و امامي تفتازان هر خويشي لجيغي كترا ام فرمايش تيكا للا برا چلو يك ملاجيا للا برا چلو يك افنو چي فنو والتقييد لا ينافي الافرادة والتقييد يعني باسي او كتولي وجي شبهك واحدة يا مفردة قيد وزياو كردن دجمناتي لقل او باسي واحد مفرد يعني ملاجي هیچ دشمنیتی که دقل یعنی باش تکا مفرد بیو قیدی شی بیو چیه یعنی چکا مفرد لیره خو لبرامبری مرکب و نیمه لگن مفرد لیره لبرامبری متعدیدوه مثلا و تو معنی یا مفرده یا مرکبه مثلا یا متعدیده بس مرکبه کش منزل منزلی واحد و ما هو تو و ما نو تو ملگن همان مرکبه بلا نازل منزلی واحد کراوه أو هيك واحدة واحدة أجر واحد نبو متعددة توا دي خوي سلير ديارة واحدة إتر أما بوتيالي والله أما مجازة كوا مجازة نا والله هيك مجازة كيت يعني جان منيك العراي عن الفائدة هي ناوة وإلا استطابة نفس الشرواية استطابة النفسي مضاف مضاف إليهن إمامي تفتازانية فنم مقربيش بمجاز أو واحدة هنا واحد نية آخر بوشي بمجاز بيشتي قربان بوشي بمجاز بيشتي بوشي واحد نية أصلا بوشي واحد نية تبرو صرف تفسيري واحد زانا شون تفسير كروب زانا أو تفسير أمن من المنانيش ناقل يتوا ها بوشي واحد نية طوب إيه أو جاءوا واحد طوب شي واحدي حسي شي واحدي عقلي طوب واحدة حسية كي يقدانا ببينج نمونة واحدة عقلية كي شوار دانا بشوار نمونة يقدانا ببينج نمونة لبخاطري چي ها هر محسوس يك محسوسي حاسية كي اي مش بيش حاسة من هي اقنا بخوي يك نمونة بس بو
اللهم لا بروت بيج حاسة ما نيج بيج نمون ما نيناوتو أجينا باسة كاديك باسة وجه شبكة خوي حسية واحد إيشة دو طرف إيش لصاصة وهر حسين لصلاصة شكو قسم أنا كلوا بيشتر ديتوا هل يبنى منه بس بو أي واحد عقلي إنه والله واحد عقلي شو نمون يبي بو شكو أقول دو طرف كي عقلي بن أقول جي حسي بن أقول جي يكم حسي دوم عقلي أقول جي يكم عقلي دوم حس أي لباس مركب على جاري باب شنسة مركب حسي فنوال مركب الحسي من وجه الشبه طرفاه إما مفردان أو مركبان أو أحدهما مفرد والآخر مركب على مركب حسيش مليا دو طرفكي هر وجه شبه كخوي مركبك حسي به هر وجه شبه كخوي مركب حسي به دو طرفي او تشبيها كبريتين لا مشبه مشبه بيك رنجا هل كان مفرد بن نال رنجا هل كان حسي بن رنجا هل كان عقلي بن شكو ما دام توت وجهي شبه حسيا لا صدى صد دو طرفي شبه حسي بن لا صدى صد وما نوتوا املا نسي كابين لي رنالي والله والمركب الحسي من وجه شبه طرفاه اما حسياني او عقلياني او شي شكو اما حسياني اما عقلياني وانيت يعني بو اشكو ما دام خوي حسيه لا صاصد طرفك ايش حسي شكو اقسمان بشتير كده وتو معنى شي وتو معنى والحسي طرفاه حسياني لا غير لا غير لما تكوى ما نوتوا لا فرا سيو شاش ها ايدي تاودي مخصر ما تنكي بوي ليرا ببي شي لا بشيكا ببي مفرديته مركبيات علي اگر وجه شبهك مركبيتي حسي بو رنگ دو طرفك مفرد بن رنگ دو طرفك مركب بن رنگ انا ولا هيك كان مفرد هيك كان مركب نالي ولا اگر وجه شبه مركبيتي حسي بو رنگ دو طرفك حسي بن يا عقلي بن يا كان حسي بك عقلي بو شكو بو اعتبارات نبي ملجا هر كي خوي حسي بو لصاصة دو طرف كيش حسين لصاصة توا إيه طرفاه إما مفردان أو مركبان أو أحدهما مفرد والآخر مركب يعني ليريش بو بشوار حالات هل دو كان مفرد من أو يك هل دوك مركب من أو دو يكم مفرد به دوام مركب أو سي يكم مركب به دوام مفرد أو شوار وايما لجان أو جاء ومعنى التركيب ها هنا أن يقصد إلى عدة أشياء مختلفة فتنتزع عنها هيئة ويا فتنتزع عنها هيئة وتجعلها مشبها أو مشبها به لير ملايا كباسي تركيبي مشبه يا مشبه به أكريه وريابة أليرا معناه تايبتي بدأ بباسي تركيب كألي مشبه كبا مركب يا مشبه به كبا مركب بي أم مركب بهمان أو معنى ليك مدرو كلباسي وجه شبه خندوته شكي ما لباسي وجه شبه خندو معنى وتمعنى وجه شبه مركب يعني أعمى معنى يخوي معنى في دعوة بس إيسا باسي تركيب لمشبهة وتركيب لمشبه به يا آية أم باسي تركيبه همان باسي تركيب مشبه به همان باسي تركيب وجه شبهك يا على نو الله والمرا ومعنى التركيب ها هنا بدي عليك راوي ليرا أنا بيشتر باسي تركيب ما نقوله لوجه شبهة ملايا بش نصر باسي تركيب لوجه شبهة بسنين وتمان شي وتمان وجه شبه لكونه مركبا من متعدد تركيبا حقيقيا او اعتباريا تركيب حقيقي شون بو بان يكون وجه الشبه حقيقه ملتئمه من امور مختلفه
ترتيب اعتباره بأن يكون هيئة انتزعها العقل من عدة أمور. أم تركيب لباسي مشبه به حالتي دومي باسي ترتيب وجه شبهك حالتي يكمي ناقلية توا واضحة؟ طيب باسي ترتيب حقيقي ثانية هل باسي ترتيب اعتبارية رونا ومعنى التركيب ها هنا أن يقصد إلى عدة أشياء يا أن يقصد إلى عدة أشياء كبريك تشبيهك يا رؤكاتكم ليشت اشتغان جواز ليك مختلفا دعي فتنتزع فينتزع عبادتك إلا لايك بياؤبا أن يقصد فتنتزع عنها هيئة وتجعلها مشبها أو مشبها به بوال يبكين عبادتك سرتاكم ليشت معنى يا بهمو يا نوا إيش أكين لسر انتزاع هيئتك ليا جاء أو هيئة أكين بمشبه يا أو هيئة أكين بمشبه به كوابية باسي تركيب لمشبهة وباسي تركيب لمشبه به تنها بشي حالتك لك يا دينوا بويك كوما لشتي ليكتر جوازي هبي لهر هميان هيئتك انتزاع بكي طوابا نك يعني كمالشتكي بحقيقة ليكتر جواز هبه دعي حرب حقيقة بيان كي بيك بيان كي بواحدة كي ملتئم واضحة مقسمة أولية كأو احتمال لباسي وجه شبهة يكيك بل احتمالاتك عن كوابي باسي تركيب لباسي وجه شبهة فراوان ترى لباسي تركيب لباسي مشبه ومشبه بيه رونا بوي إمامي تفتازان فن ومعنى التركيب ها هنا وريابة وريابة آليرا أن يقصد إلى عدة أشياء مختلفة فتنتزع عنها هيئة وتجعلها مشبها أو مشبها به تواو ولهذا هل لبر أوك معنى تركيب ليرا معنى كي تايبتا بوي أبيني صرح صاحب المفتاح في تشبيه المركب بالمركب بأن كل من المشبه والمشبه به هيئة منتزعة بوي إمامي سكاكي رحمتي خوالي بي لو جيغي كباسي تشبيه مركب بمركبك يعني مشبهك هر مركب ومشبه بيكش هر مركب بي أليشي ألي والله ملايين لهر دوكيانا هل دو كان هار مركبا يعني شي يعني هل دو كان هيئتك منتزعا او هيئتك منتزعا لكم ولا شتي ليك تتجاوز تواو ايه دي وكذا المراد بتركيب وجه الشبه وريابة ملايين آلي ريش كباسي آلي ره كباسي تركيب مشبه مشبه به معنى وهاوكات باسي تركيب وجه شبهش معنى تركيبي وجه شبهك ايش هر معناه كي تايبتي ليغرين نك او معنى فراواني كبيش اللباسي تركيبي وجه شبهه ليك من داواتوا رونا الانشي يعني اما باسي تركيبي وجه شبه معناه بمعناه كي فراوان وجه شبه اكيه مركبه يعني شي يعني مركبه كي حقيقي بي يا اعتباري بي تواوا مركبه حقيقي شي يا كمال الشيء راسقينه هي أن لكني بيكو واحد كان بيدرو سكي ويا وانيا أي اعتبارك نوالا هم يعني أخيت باليك هيئتك لانتزاعك نان كي بشتكي واحد حقيقي رونا أو باسي وجه شبه مركب بس إيسال يرى باسا كمان لبر أو باسي هم مشبه مركب هم مشبه به مركب وهم وجه شبه مركب حرسي باسك بيكزول يكدينوه هم تركيب ومشبه هم تركيب ومشبه به هم تركيب وجه شبه يعني شي يعني باسي هيئتي منتزعة رونا
واضح ملا ميوان؟ إيه. وكذا المراد بتركيب وجه الشبه أن تعمد إلى عدة أوصاف الشيء فتنتزع منها هيئتان. توبي سيري كومال وصف اشتكبكي لهرهم كومال وصفك هيئتك تايبتي لي انتزعكي نكهم وصفك عن بكي بيك واضحة؟ هم وصفك عن ناكي بيك بس لما جموع مواصفاتك عن هيئتك انتزعكي جارة؟ وليس المراد بالمركب ها هنا ما يكون حقيقة مركبة من أجزاء مختلفة ليروا رياب مري خواب باسي مركب أبا معنى لك مدروا أبا معنى لك مدروا وليس المراد بالمركب ها هنا ما يكون حقيقة مركبة من أجزاء مختلفة حرب براسي براسي كوملشتي ليك الجواز بنو قشت يعني اللي كان بيبيكو يكشتو بيدروس كدبن وقباسي حيوان ناطق هدو كان بيوكو اللي كان دبيو إنسان بيدروس كدبن وقباسي دسو قاسو سرو ملو سكو بشتو أعماني إنسان شخصيكي وكو زيد تكويني ذاتو لا شيء زيدك بيو كدبن يارك أمانا ليك الجواز بلام يك يعني دروس كدوا ليرا مراد بمركب أعواني ملايا كوملشت بياني يكشتو بيدروس كي كمالشتي يعني لمجموعي كمالشتكشتك انتزاعكي اوا نقب حقيقة بيانكي بيك رونا باشا بوا إليك ناديتو ملاجيا إمامي تفتازاني فنو والله بدليل أنهم يجعلون المشبه والمشبه به في قولنا زيد كالأسدي مفردين لا مركب والله بوا إليك نادمو شكا علماء خوان والين ملاجيا استوان منيكي وكو زيد كالأسديان بداري بيش عاري قربان جيان أم زيدون كالأسدية چيا؟ مشبه مشبه به مفرد يا مركب على والله مفرد لو تقوى زيد مفرد باعتبار حقيقة خارجية كي سيري كي نبخوا أودس أو قاش أو سر أو مل أو بشت أو سك أو ورق أو وانيا أو همو أزائي خارجي باعتبار حقيقة زينية كي سيري كي حيواني ناطقي مع التشخص اتبو چي تولي مفردة رونا جاء أم عليك عليم مفردة يعني أتواني هيئتك لانتزاعك أوا نا كمفردة يعني كيا يعني هر حقيقة أما الزاكان بون بيك جسة حقيقة دو كليكي ناوي كبركين لحيوان ناطق هلو كان يك يعني قرتوا يك حقيقة نوعيا لم شخصي زيداد دروس كروا زائد مشخصاتك يعني با با حيوانك وبا ناطقك وبا مشخصاتك انوا حقيقتك الشخصيه اندروس كرو يك حقيقتها بو يبي على المفرده رونا تواوا جابوي من معنى تركيب ابم جور الناغرم لبروا علماء اوان فرموت انا زيد كالاسد مشبه كيش مفرده اسدك ايش كمشبه بيك ايش المفرده دي بخوان زيد مفرده نا اسد ايش مفرده للراسيه بوش فاقل باسي معنى ذهنية كيانكي او زيدك حيواني ناطقة لقى المشخصات اسدك ايش حيواني مفترسة لقى المشخصات يخل. او معنى خارج ذهنية كيان اي معنى خارجية كيان شخصي زيدك دس وقاتش وسر ومل وامانية وهكذا الشيرك ايش رواية بلان كشي علماء فرميانا ولا أمانة مفرد تواوا لا مركبيني نعم فرمو ولا أمانة مركب شكو قبل مركب المركب دي يعني كي بي يعني لكو ملشتيك هيئتي انتزاعكي ديكو أوانا كو ملشتن زيدو أسد نا ولا هديك شنوطا كو ملشتين نين بيجي ولا أشتي كان لي انتزاعكم هيئتي كان لي انتزاعكم قاعد مفرد نوطاو بدليل أنهم يجعلون المشبه والمشبه به في قولنا زيد كالأسد مفردين لا مركبين وبدليل أنهم يجعلون وجه الشبه في قولنا زيد كعمر في الإنسانية واحدا لا منزل المنزلة الواحد ونتوانا ولا وجه شبه لريك دانية زيد كعمر في الإنسانية باس إنسانية يكباسة لا منزل منزلة الواحد وتي انا ميجا والله عم منازل ومنزل يكشت كراهر بخو يكشت مركب.
ياكش يعني شي يعني مركبنيه مركبنيه يعني شي يعني هيئات يغنيه منتزع بينكم لا شي جواز ايوانيه مش بس مركب مع بوجرك دوتو بو تو ما اول مراد بالمركب ها هنا اليرا كباسي مركبكين او يقدر ومرجع كابي ما هم دليل من هي لسر وكباسي تركيب لباسي مشبه مشبه بيا ابي بوجر اللي يقدينوا وهم دليل من هي لسر وكباسي تركيب لوجه شبه هرب بوجر اللي يقدينوا دلك الشيا دلك فرمايش العلماء وتيانا زيدون كالأسد مشبه مشبه بي مفردا وتيانا زيدون كعمين في الإنسانية بس إنسانية كوجه شبه هدو بار مفرد تو ديالا دي أو جاء ما همي فرمايشت إمامي كفتازاني بو باب چين سر فرمايشتك خطيب طبعا هو مقدمة بو فرمايشتك خطيب إمامي كفتازاني فرمي چي فلما لاجيان والمركب الحسي طرفاه إما مفردان أو مركبان أو أحدهما مفرد والآخر مركب خطيب شفن والمركب الحسي فيما أي في التشبيه الذي طرفاه مفردان كما في قوله نموني وجشبيك بوخي مركب حسي به ولباس تشبيه كابيك دو طرف أو دو تشبيه دو كان مفرد بن وكوشي كما في قوله وكو وكيك لشاعر كان مشهورة علن هي أبو قيس كري أسلت اشتكي عوا يكي كتير علن هي أحيحي كري نزم جلا حجي لا حجي دير شعرك يوتوى أو شاعر أوتيتي وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نورة وقد لاح في الصبح الثريا كما ترى قال لو بربيانا ثريا بدر كوت ثريا بكودي بيولنشي ملاجين كردي شتي بو بكاتيرن بيالن تشلشرا بحسابي كردا شرا قرولت قاموس معجيب لغيو كردي سيري كالي ثريا يعني تشلشرا ثريا يعني توبالا سيريك ك هيكلية تيكي ورقرتوا بس لنتيجة او كا كومالك اسيرن بيكوا اتر شكل كتابتي هيو خال 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 خالي برشنگ دارا قشتي او امان الان چل شرايا بيكو همي چوتا باليكو او تو بالي درس كردوا او ثريايا ملاجي دي بري دي قال لاح في الصبح الثريا يعني الثريا لاح في الصبح دركوت لو بيانيا كما ترى وقابيني ديارة كعنقودي ملاحية حين نورا ريك وك بولي تري ملاحي كتريكي بابلم صوزة زردة توزيد ريش كولية بس لو سرتاي سرتاي قل در كردني سرتاي سرتا 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 تري بولكا جان همي خر خر خري ورورد جا او بولا تري خر 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 خرانا ريكو كو چي وايا انباسي ثوريا عليكو او بولي تري وايا حين نورا حين نورا يعني كاتي كتازة بتازة قولكاني دركا يعني بولكا وهي شوكا دروسكا تواو يستاشي يسرق سكا ملاحية ملا بضم الميم وتشديد اللام كعنقود ملاحية يا ملاحية أو حين نور ملاحية يا ملاجان على عنب أبيض في حبه طول تري سبيا دنكا كاني سبيا نك زردو صوت سبيا بلام دريش كولشا جا بضم الميم وتشديد اللام بيخنا روليرا هرچن وتخفيف اللام أكثر
ليرا أما شعرة شاعر كتشواني وتو تو أبي وايب كوني توا بلام هاوكات زور ترين زوري تلفظات أجر خل التلفظ بابو شاك على ما كم شردناك أو يمو لاحية دي أمولا ملاحية نك ملا شدينا دني حين نور يعني حين يفتح نور نوره كاتي كسرتاي سرتاي دركني قولا كيتي أديبلي مركب حسي فيما طرفاه مفردان وكوتي كما في قوله كما في قوله ما كتش يا ملاجيان ألا ما كان من الهيئة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة الصغار المقادير في المرأة على الكيفية المخصوصة إلى المقدار المخصوص مركب حسي وكو أعوى مركب حسي وكو أعوى جا هردو طرفي تشبيهك مفردا ثريا طرفي كما عنقودي ملاحية طرفي دوما ثريا هل مفردة عنقودي ملاحية هل مفردة قناع عنقودي ملاحية تقييد كتاب إضافي كتاب بس أو إضافة لمفرد درناك ملاجا وكدوات الشمامي تفتازاني فنو والتقييد لا ينافي الإفرادة برامي ما إيش معنى سر أوانية إيش معنى سر أوية أبل يبزانم كو مركب حسي تنالي دي روجي شباك مركبة حسية دو طرفك شابك عن مفرد من أو دي عرب دو طرفك مفرد من الحمد لله أي وجي شباك كو مركبة حسية ملاجا ألا من الهيئة أم من الهيئة بيان لما في قوله كما أو من بيان أو ما هيك لو فرمايشتي خطيبهاتو ألا والمركب الحسي كما في قوله كما يعني كالذي كو أو الذي ألا من الهيئة أعمي الذي كأعمي تو من الهيئة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة صغار المقادير في المرأة على الكيفية المخصوصة إلى المقدار المخصوص أليب بينا بزانا أمشت ورد 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 سبيانا خرخرعنا بشكالة بشكالة عنا ديارة بحجم حجم دياري كرايانية ودياري شا لبالية كان بونيان لفعالية كهيئتك في يداون ملجان توسيري بولي تريك هيئتك ديار كراوينية ها هر عيني أو هيئة سيري ثريا إيش بها رواية بيانيك ثريا درك أو سيري هر عيني شوي عليه هي شوي تري قشي أسيري لفعالية كا دي 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 نعلم بالفعل ليك أشن والله هر بالفعل وكو هي شوي تري واية إتر آية شكلك أو صورتك الرئيك وكو يكو آية يعني أنه والله قرنية ولكن بنتيجة هر أو أشتي ورد ورد أشتي ورد ورد يسبي يسبي خر خر بشتي لباليك جاو ريابة أو الثريا في المرأة أو تريكا حرب واقعي حرب واقعي سيري بولي تريكا كي لو سرتاوك قرتويتي دنكا كان همي ورد ورد بواقعي بس أو الثريا لبرشاوة دركون في المرأة وإلا وإن كانت كبارا في الواقعي أجبروا إلى واقع سيدك كاكا وأنا قشي هساري جورا جورا لو أسمانا والله مسوي تتولى برشاوي تو بتشوف درا كون تو جا حال كونها أو اشتبش كلا بتش كلا عنانا على الكيفية المخصوصة إلى المقدار المخصوص ديارة كيفيتك مخصوص يعني أمشت أنا أمشت ورد ورد أنا شنو تفعلية كيفيتك مخصوص يعني هي توب لي بمن زين كيفية مخصوصة كشيء ملاج عندي لكون بيكو لكون بيكو نبخوا نبخوا نلكون بيكو كابي لا مجتمعة اجتماع التضام والتلاصق بجوري كو نبونا توكا بيكو نوسابن بيكو اللكابن وانيا هروها ولا شديدة الافتراقي خد يارش تو بينيانية
او نيك شي لا باليا كايا هروي بيكون انا نساون انا اخو لا باليا كا وين يملا جان بين انزور نكوتوا او هيئه مخصوصه كيا او كيفيه مخصوصه كيا منضمه الى المقدار المخصوص يار ام هيئه حجم ديالك لا يجي بيداون استو حجم ثرياك ابني لو اسمعنا ديالك راوني لايتو ها اي حجم بوليت ليش ديالك راوني لايتو مقدار كيدار كرابي طول عرض عمق كيدار كرابي هي واني ما نرسي شلون با لبرتايتو انك واقعي واقعيش المقدار المخصوص هي بس بيبتي بي على مثلا لبرتايتو مثلا بحجم 2 سنتيمتر سنتيمتر 6 سنتيمتر او درك يوتو الى المقدار المخصوص من الطول والعرض باسي دريجيو باني تو اذا باق سبكين لسر اوكا شلون وجه شبه ليرا مركبك محسوسه شلون مركبك محسوسه الا فقد نظر الى عده اشياء بو هر كم لم دوباسا يا مسيري كمال اشتقين چی بو باسی تریه که بی؟ چی بو باسی ثوره یا که بی؟ چا من به کمالش تیه که بی؟ لتریه کانا دانه دانهی؟ تریه کانا بولکه لثوره یا کاش دانه دانهی اسیر کانا و قصد الى هیئت حاصلت منها دواتر تو چاو ابریت سر باسی چی؟ او هیئتی کلا او کوبونویش تانه بیکوا دروز بوا کوبونوی اسیر کان به یکو هیئتی کی درست کدوه کوبونوی دلک تریکانش لناو بولا که هیئتی کی درست کدوه ای دوایی او هیئتی انتزاع کی اه امش تو معنی چی ها و تو معنی مرکبی کی محسوسه یعنی هیئتی کی منتزعه لکمال شد محسوسه یا محسوس نیا هر بچاو تریکه ابینی بچای سوره یا ابینی رونه ملا نرسی بلام و طرفانی ليرا مشبه ومشبه بيكا ديارة كمفرداني راس هدو كان حسياني راس هربي حسيبا هو قصي حسي قصي قيت يعني شكو بيشتو تو معنا هربي حسيبا شكو كاتي وجي شبه حسيبو حتما دو طرفي شبه حسيبا بوتي مفردا لأن المشبه هو الثريا ديارة محسوسة بحاسي باصرة والمشبه به هو العنقود بلامتيا مقيدا بكونه عنقود الملاحية هلا وندا في حال إخراج النوري كاتيك لو سرتاي سرتاوا بولا كدرك هي شو كدرك بلام آخر مقيدا العنقود مقيدا أي باش أقول مقيدا أنت تبولي مفردا مرجع تولي ولا أم مشبه مشبه بيه هل كان مفردا إذا الثريا كديارو مفرد بو أي كو عنقودي ملاحية مفردة ونتولي مقيدة أي شل باب جان والتقييد لا ينافي الإفرادة تمام كما سيجي إن شاء الله تعالى إيه أو منيكم حالتيكم وجه شبه مركبك حسية دو طرفين مفرد أو جارة وجه شبه مركبك حسي بيه ولا بعد دو طرفك كان مركبا مفرد نبل وفيما أيوة المركب الحسي في التشبيه الذي طرفاه مركبان كما في قوله كبشار كبشاري كري برد فما يشتيك يا فميتي أفميكاك يان كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه اما قصيريكي دورو دريجا وصف سناي ابن هبيريت ياكا على جفا وده فزور او مل صاحبه وازرى به الا يزال يعاتبه خليلي لا تستكثر لوعة الهوى ولا سلوة المحزون شطت حبائبه إذن هروا بيا أرواها تا أقاتا نزانم ركبنا له جارا بكل مثقف و
وأبيضت سسق الدماء دماء مضاربه، غدونا له والشمس في خدر أمها تطالعها، والطل لم يجري ذائبه. شرك يدور دريجة والحاصل، بعثنا لهم موت الفجاءة، إننا بنو الموت خفاق علينا سبائبه. كأن مثار النقع، مثار نقع إضافي صفة ولا موصوف، يعني النقع المثار، النقع المثار يعني تفوتوزي استنى زعم بلمشي مثار يعني شي يعني كتب الله أو الدنيا يدعي كدوة. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا، لهن يقول الجقال فوق رؤوسهم، نعرف فوق رؤوسنا رنقة فوق رؤوسهم كوش تربية رنقة. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. قال والله أقر براوردي شوزانم شمشيركاني إيما بكي لنا وأم تبوت وزا أزعين رجلة شيئة رجلة وحالتها شيئة كلا شواء بيني أسيارة بربيتوا بيني وتعنى الشوان أسيارة بربيتوا ها تشكي كدرة شيئة وي خواهي قوري باسي الشياطينية كاكا فلمي يعني بي بدزيو جو بغن لا باسكاني اسمان ينان شهاب الرصدا بوين دان دراو ليان الذيبي او باسي علي اقديقتي امش مشيري من بدي كشرقين لقل او جماعتا شون لنا وام تبوتوزا شمشيري كان ديرو دشن ريكوكو او باسي شوي تاريك ويا كاسير لنا يا جبتو فرتك جاري بام لا جاري بولا جاري بولا تاوما لا نرسي إيه. كأن مثار النقع من أثار الغبار أي هيجه من أثار الغبار. مثار اسم مفعولة لأثار والجرى وأثار متعدية باب إفعالة أثار مثار النقع يعني الغبار باشا أثاره يعني هيجه يعني تفوتوزي هلصان وكخمان عليه تفوتوزي دروسك دنياي كربة تفوتوز. كأن مثار النقع فوق رؤوسهم وأسيافنا ليل يعني وكأن أسيافنا أمدو باسا وكبيجي ليل تهاوى كواكبه. تهاوى يعني تتهاوى باب تفعله حسويتي لتاعك عن كراب وتخفيف تفاعل نتفاعل تفاعل تهاوى يعني تتهاوى كواكبه. تهاوى لهوي وهوي يعني سقوط بل بونوا يتساقط بعضها إثر بعض بعضها يعني بعض لو كواكبانا. والأصل تتهاوى حذفت إحدى التاعين هذا يقول ملاجيان يستولي رأي ولا مركبك حسيم هيا دو طرفكش هلو كان هل مركبا بلي بزانم شيا علي والله من با مركب حسي كيف يبليم من الهيئة الحاصلة من هوي أجرام مشرقة مستطيلة متناسبة المقدار متفرقة في جوانب شيء مظلم يا يعني متفرقة في جوانب شيء مظلم. ولا بيجم شيء بيجم أو وجه شبه شيء هيئتك لما بيعبي أما شيء ألي مثلا هني أسيرو هن ديارة برشنة دنوا ديارة لبرشاو دريش ديارة كون أنا خوب أخوي أسيرة دريش نية ملاجة بلان كاتك كتشكك در أشيه تو هستك يوكو تيشيك در أشيه دريش ديارة كوي مستطيلة يعني لبرشاو إينا لواقعاو بخوي هنية
بس اونا تيش در اچه تو هسخي بدريجي دركوي انا خوي خوي دريجني استيرك ديارك حجم استيركان يشهمو هر تقريبا متناسبه استيريك در اچه واستيريك تيش در اچه وهسناقي استيري لاستيريك دوره ترى بلان پرتو بلاویش هر سیری اسمام که کاتی که شو اخوی بلان نگل دنیای ایسا که پرا لچراخان و پرا لگلوپ و لگوندو لشوی تاریک هم چول سر بان خواه سیری اسمام که هر دقیه نا دقیه کاتی که زنی اسری لشنوی گل درج دانکتی لشنوی گل درج جا او اسیرانه لشوی تاریک هم درکون انا خواه بر روشی شهر هیا بس الشوي تعليق على ذلك كمان شو كويس هو خو أو أسمانية ما برا السيارة بروش هايش ديارة بوش ديار مية إيش كتيش كي خور نعلي نعم نعلي وان ذلك كمان بلام للشوا يعني وقت شون للشوا جول يعني للرويشة جول يعني بس هر درنا كمان بروش جا بلام بشوا ذلك كمان يسا كيش كي أمش مشيراني يميش كشرقين لقال أو جماعتا لنا وأم دنيا تاريكي برلتا بوتوزا وكو ام واقعي جياني خمان يساك كاتا توزا بادا سيرك دنيا قشي برا برا زرنبي وبرا ورشية شي برا وتاريكية شي عليك ابيني تيش كي شمشي ركان جاري بلاي راسا و جاري بلاي چفا و جاري بملا و جاري بولا و جاري برو پيش جاري برو دوا ريك وكو چي وايا وكو جولا جولي او اسيران وايا كلو شو تاريكاتو اي ابيني بشوا او جولا جولا هريكي بلايك تواو فوجه الشبه مركب كما ترى بخوا ديارك وجه الشبه كمركبه وني خطيب فرمي يموت معنا وجه الشبه مركب شيا هيئتك انتزاعك لكم لشد يونيكم لشد معنا لباسي شمشيرك وتبوتوزكا باسي شمشيري شو تبوتوزيش لباسي أسيركانو باسي شوا باسي أسيريش وباسي شويشة يونيكم لشدن بس لهدو كان هيئتك انتزاعك الدو او هيئة بريتيا لوجه شبهي بين دو باسك باسي جولة جولي شمشيركا لناو تبوتوزا لقل باسي جمو جولي السيركان لناو تاريكاي شوا بس الحمد لله دار كوكا وجه شبهي كما مركبة وحسيشة او ني بچاو يبيني ملجا بچاو هم جولي شمشيركا ابيني هم جولي ادي جامولي جولة كبتنيا شكا بيبولي بس جولة كيترا بيبولي واحد بس باسي هيئتك بابا او هيئتك اي توبلي بابن بزانم بوشي طرفان يشهدو كان مركب ملايا امامي تفتازاني فلو وكذا طرفان برا والله مشبه ومشبه بيك يشهدو كان هاد مركب شون قال اخوة شونك لانه لم يقصد تشبيه النقي بالليل والسيوف بالكواكب ومنهات وبيجي ولا عم تبوت وزوك الشوايا وشمشيرة كانيش وكو أسيرة وانا جاء لهني نسخي أم مختصرة وانا نسرة وملجة أم سيخو معنا شاكي كدوتو أنا ها أقببين لحاشي كيدو سوقي لخوارو بزانا چي نسيوا لم يقصد نسيتي فيه قلب كوا قلبي تياني ليلة لو نسخا قلبي تياك عبارتك أبم جوري على چي لأنه لم يقصد تشبيه النقعي يا تشبيه الليل بالنقعي أوه وتشبيه الكواكب بالسيوفي يا السيوف أو كاتقل بقيتي جاء ها دسوق إلى قارف فنوتي شيء فنوتي وكان الحق وكان حق العبارة أي يقال لأنه لم يقصد تشبيه النقعي بالليل والسيوفي والكواكب هر عين عبارتك سروي بس او حاشي دو سوقي اللي سر متني نسراوا كعبارتك بو جورانية تا او تان بو بخن بوا ريك لنسخي دو سوقي ملا ميوان او نسخي دو سوقي كلايتو هيا نسخي دو سوقي چار مجلد سيا مجلد من همه بچار مجلدي نسراوا شي لو نسخي دو سوقيا نسراوا ريك لأنه لم يقصد تشبيه الليل بالنقع والكواكب بالسيوف جاء أو حاشية نسرية فيه قلب لسر أو نسرة أنا أم نسخة معلم شاكرة أو قلبي تانية داي بوشي طرفان يشهر مركبا الله شكا لأنه لم يقصد تشبيه النقعي بالليل والسيوف بالكواكب شكا خو مقصد لك أولية تاتي بيجي والله تشبيه مفرد بمفرد
يساق النقع بيا بليل أو النقع مفردة تبوت وزا وليل شر مفردة شور وكواكبه سيوف شروانة أي شو هذه كانت المفردة فاني ما أو ما أنا نبستوا أي شيء ولا بل عمد إلى تشبيه هيئة السيوف وقد سلد من أغمادها وهي تعلو وترسب وتجيء وتذهب وتضطرب اضطرابا شديدا وتتحرك بسرعة إلى جهات مختلفة وعلى أحوال تنقسم إلى الإعجاج والاستقامة والارتفاع والانخفاض مع التلاقي والتداخل والتصادم والتلاحق أعو وكذا في جانب المشبه به بلكو ليرا أزاني قريكتي بيجي شي بيجي ملاقيا أمشي بشرابيني سيدك بزانت شي هيئتيكي هي جاري أما لنا كيرانك دهين راو أو هيج أو جا جاري هل براو براو آسمان چكا كبرا ايوه دس بوشيري جاري ايهنيتو براو خواه دس بوشيري لولاوا ايهنيتوا ليرو عيبا او ذهابو ايابا مجيئو ذهابا لولاوا ناجي جيريا لجول وجول ها جاري مجوريك كاتي ايباتو براو دوا او براو دوا كاتي ايهنيتو براو بيش براو بيش جاري برو لاي راس جاري برو لاي تشب اصطرابي تيايا ونيا وحركة كاني شي سريعا شوكا بطبيعة حال شر ملايا خلا شرات ونايا في المكا خاوكي توا تندس بوا شريفة فلا وعلى أحوال حالي أمشي مشيري لم جمو جولا ها جاري بنو عيكا مثلا إلى تنقسم إلى العجاجي جاري بلاري بلاري شونا يعني لبريو الريك روبكا بلو لاي راس ليه دا بلو لاي شب ليه دا أبرو دعو ليه دا مبدئيا مش مشير كدري هنرا أبي برو بيش تو دسي بي بوشيري جاري وعي برو لا جاري وعي برو استقام برو بيش جاري وعي برو سر جاري وعي برو خوار جاري وعي أدن ليك جاري أشن بناو يكا شمش يكا ليك نادن بس أشن بناو يكا جاري وعي أكشن بيكا جاري وعي أغن بيك وهكذا يتر أم حالتانا مش مشير دروس بي دي عيني أو صورة كيسبو تو دروس بو أم هيئتك بو أمش بشيرا لنا جمجولك كأيكا إتا جمجولكي ناتشونيكيش لنا أم تبو توزا كأيكا ريك وكو أو جمجولة ناتشونيكي وايكا أسيرا كان هيكا لنا تاريكا يشاور إسوا هيئتك أو شيئتك أو هيئتك أو شفان دوبو هيئتوا تو ملايان إه وكذا في جانب المشبه به فإن للكواكب في تهاويها تواقعا وتداخلا وسطالة لأشكالها كاتيو أسير ومسيران بر ابنوا ديار التواقع عن هي تواقع يعني شي يعني تدافع هستكي خليك بيكا عكيشن عشان بنا بيكا و من حيث صورة الشكل دريش دير كون أنا أخو أسير بقوي دريشني ملاجان يعني. قشتي خرخر دركي ولو أصبعنا بس كاتيا كأجولة بشواتو هستكي تيشكي كدريجة واضحة اقرأ بأي شيء دوبارة مركب كابي مشبه مركب مشبه به هر مركب وجه شبهش هر مركب دبري وجارة أوجا والمركب الحسي فيما طرفاه مختلفان رنج وجه شبه مركبك حسي به بس هاوكات دو طرفك هذي كان حسي نبل وهذي كان مفرد نبل وهذي كان مركب نبل أي شيء مختلف بل مختلف يعني شيء يعني بايكي كان مفرد بأيكي مركب إذا كان يعني مفرد كان يعني مركب أو مسألة كتير أحدهما مفرد والآخر مركب وكوشي كما مر في تشبيه الشقيق وتمانشي من كأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد وما نود دي أسألوه شقيق مفردة أشويني بأعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد ليه مركب كأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد وجه شبهه كمركبة حسية بوجه وبري سورة
لسر قدي صوص ايش على اعلام ياقوت اعلايك بوخوي لياقوتي سر دروس كرابي قدي اعلاكو داري اعلاكش رماحي زبرجدي بي كزبرجدي بدا صوصا كان كابي هيئتك هي لبا او هيئه وجه شبهها يعني مركبه ووجه شبيك حسيشة محسوسة بحاسي باصرة بلام أو وجه شبه هال بين مشبه ومشبه بيكا يكي كان مفردة أو تيا مركبة محمر شقيق يكشته يعني قول على السورة أدي يكشت نيا بلام أعلام ياقوت نشيرنا على الرماح من زبرجد هيئتك عقلية داب إنسان أقل بليا بل نومي عقلية بليا حسية بيش بعد نوع عقلي بعدين حس بس مركب دي كما مر في تشبيه الشقيق بأعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد من وجه شباكتشيا من الهيئة الحاصلة من نشر أجرام حمر مبسوطة على رؤوس أجرام خضر مستطيلة هنشتي سور بكري بقي قديكي بكري بقي سري قد يكي صوصة دير يشكوالا جاء فالمشبه مفرد ديارة وهو الشقيق محمر الشقيق مفرد مقيدة تكون محمر الشقيق يعني الشقيق محمر حمر قول على السورة دي بلام والمشبه به مركب مشبه بيك مركبة بو تك هيئتك لأو صورة انتزاع كري أجتو بردي سوري ياقوتي بكي بأعلى بقي بردي صوزي زبرجديوة تي هيئتك بيشان دا أو هيئتا مشبه بيك وهو ظاهر ياري شدن باسح كهم وجه شبه مركبة محسوسة وهم مشبه به مركبة محسوسة وهم مشبهش مفردة محسوسة تو دبردي وعكسه عكس أم حالتش يعني شي يعني با مشبهك مركب به بلا مشبه به كمحسوس به مفرد به وجه شبه مركبك محسوس به بلا مشبه كمركب به مشبه به كمفرد به تواوا وكوشي وعكسه تشبيه نهار مشمس قد شابه زهر الربا تشبيه أم نهار مشمس بشي بليل مقمر كما سيجيء إن شاء الله للا فر شصت سي دينا سر أو نمونة بديا دي كرابي ليش قصي لسر كينو إن شاء الله نمونة كالي چي علي يا صاحبي تقص يا نظريكما ترى يا وجوه الأرض كيف تصوروا يا تصوروا ترى يا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر آلوي إخوانين إن شاء الله وجه شبه مركبك حسية ومشبه مركبك حسية بل مشبه به مفردة ليلي مقمير يعني أو شويك و مانجي تيابروني ديالة مانجي تيابروني ديالة وكو مانجي شوارد جيسا أو شو ديالة مفردة بلان باقي باسكي تلك مشبهك أو مركبة إن شاء الله دواتري إخواني ووجه شبهكش دوباره مركبك حسية جاء اگر وجه شبه مركب حسي بو دو طرفك جوازيان هبو
يكي كان مفرد بو يكي كان مركب يا يكي كان مركب ويكي كان مفرد حالتي دوام يانوكو أعوى كخطيب ليرة لما انتكى باسينك دوام الأجل باشا هر أولي فرموا خطيب فرميتي وفيما طرفاهم مختلفاني كما مر في الشقيقي في تشبيه الشقيق دي أو باسي تشبيه الشقيق بو يكي لا باسا كان شيء أو الشيء وجه شبه مركبة حسي به دو طرفين يكي كان مفرد من يكي كان مركب بلان مشبه كمفردة مشبه به مركب أين من يكبع عكسه به مشبه كمركب يو مشبه به كمفرد به أليا دعكتي إن شاء الله كما سيجي رونا ملاجان ديت باش بعد ربوس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أمتي أجمعين والحمد لله رب العالمين.